فيها مزايا كتير، من ضمنها الجي بي اس، السنسورز المتحركة في حوالي 180 درجة، الكول ان هو ممكن يقدر يتواصل مع المسؤول عنه، ممكن يبعت له مسج باللوكيشن بتاعه فيقدر يوصله بسهولة ايا كان. طبيعي ان انا يعني اخش هنا وشمال لان انا انسان مش كفيف، لكن انا حطيت نفسي مكان الكفيف ان انا همشي بالعصايه دي، فلقيتها رائعه بصراحه.